السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد موقع ربح مال، موقع ممتاز لربح المال اسمه جراند كليك. أول حاجة ما تدخل على الموقع هتضغط على علامة ريجستر هنا أو التسجيل لأول مرة، هيظهر لك الشكل ده. فول نيم، هتكتب اسمك بالكامل، الإيميل، البريد الإلكتروني، تأكد البريد الإلكتروني، اسم المستخدم، الباسورد، إعادة كتابة الباسورد، وهتكتب الكباتشة مجموعة الحروف دي وتعمل علامة الصح دي وتقول له ريجستر. أنا عامل أصلا حساب فهقول له لوج إن. بعد ما دخلنا على الحساب، بعد ما عملنا لوج إن، ظهر لنا الشكل ده. اول حاجه عايزكم تعرفوها حاجه اسمها البالانس او الرصيد. الرصيد 1 سنت، اقل حد للسحب في الموقع 2 دولار على بايير، وفي بيرفكت ماني وفي كذا حاجه. او اضغط على ويزدرو هنا اللي جنب البالانس، بيقول لك البايير الرد ضرايب اللي هياخدها منك 5%، ولا حد للسحب 2 دولار زي ما احنا قلنا، بيرفكت ماني 5%، امازون جيفت كارد 5%، لايت كوين 1 دولار زائد 5%، بيتكوين 4 دولار و5%. خلاص دلوقتي عايزين نشتغل على موقع وازاي نربح منه المال. اضغط على ايرن اللي فوق دي، في عندك كذا حاجه تقدر تربح منها. عندك واتش فيديوز او مشاهده الفيديوهات. مشاهده الفيديوهات دي لوحدها ممكن تكسبك سنت او 2 سنت في اليوم بدون اي مجهود. طيب الاساسي عندنا حاجه اسمها فيو ادز او مشاهده الاعلانات، دي بتجيب لك برضو من سنت تقريبا. الاعلانات اللي هي بالرمادي دي انا عاملها بالفعل، انا عامل كل الاعلانات ما عدا اعلانين عشان اوريه لكم. اضغط على اول اعلان، يحمل لك شريط بالازرق فوق. اول ما يخلص هيقول لك الكباتشا، اضغط لي على صوره المقلوبه. اول ما تضغط عليها هيقول لك ثانك يو فور واتشنج، يعني شكرا لمشاهدتك الاعلان، ويبدا يحط لك الفلوس. ضغطت على الصوره المقلوبه قال لي ثانك يو فور واتشنج، هقفل الصفحه دي. هدخل على الاعلان اللي بعده، يحمل لك الشريط. اول ما ينتهي تحل الكباتشا، الصوره المقلوبه فين، وتحلها وتضغط عليها، وكده يبقى انت خلصت الاعلان. الصوره المقلوبه ايه، اضغط عليها ثانك يو فور واتش. هنقفل الاعلان، هندخل على اكونت او الحساب. الحساب زاد شويه بقى 1 سنت و5 1 سنت ونص. طبعا الدولار فيه 100 سنت اللي ما يعرفش. طيب في حاجه ثانيه نقدر نربح منها، في حاجه اسمها ايرن، في حاجه اسمها كومبليت تاسكس او المهام المفروض نعملها. كل دي مهام، كل مهمه دي 1 سنت دي 1 سنت دي 1 سنت دي 10 سنت دي 10 سنت دي 10 سنت دي 1 دولار. بتدخل على اليوتيوب بتعمل مهمات معينه، مثلا جراند كليك، هضغط على اللي هي المهمه اللي ب 10 سنت دي، اضغط عليها. بيقول لك المطلوب انك تخش على اللينك ده، الموقع ده، لك اتليست 1 بت ان اتش جيم. بيقول لك اعمل مراهنه واحده كل لعبه من الالعاب دي، بيتكوين جيم وكوين فليب وكراك ذا فولد. بيقول لك كل الثلاث مراهنات دي يجب ان تعمله خلال 7 ايام فقط. هتكتب اليوزر نيم او الايميل اللي انت عامل بيه الموقع، اللي انت عامل بيه في الموقع، وهتكتب لو في اي معلومات اضافيه وتقول له سبميت، ويبدا يراجعها في خلال يومين او ثلاثه ويحط لك ال 10 سنت دي. جزئيه. الجزئيه الثانيه في حاجه اسمها جراند جريد، زي ما انتم عارفين عباره عن صوره فيها مربعات، بتضغط على اي مربع فيها، مثلا المربع ده هيحمل لك اعلان، وممكن تكسب او ممكن ما تكسبش بعد ما يخلص الاعلان. الاعلان قرب يخلص اهو خلاص. اول ما خلص هنضغط الايه، الصوره المقلوبه اللي هي الصوره دي، ونقفل الصفحه ونرجع للصفحه الرئيسيه، وهيجيب لك صوره تانية وهكذا. خلاص في حاجه تانية ممكن نكسب منها، في عباره عن العاب مراهنات بس انا ما افضلش ان نعملها. يعني في حاجه اسمها اوفر وولز، او في عروض اللي هي عروض استقصائيه او تسجيل في العاب او تسجيل في برامج. دي ب 17 سنت لمده 20 دقيقه، بيديك اسئله وانت بتجاوبها، دي مدة 14 دقيقة 25 سنت وهكذا. اختار من طبعا عروض كتير جدا هنا، هنا زي ما انتم شايفين كل دي عروض. تنزل اللعبة دي وتفتحها، ده على الموبايل، ده بالنسبة لاندرويد هتاخد 66 سنت، يعني بس هتنزل اللعبة وتفتحها وتهاجم ليفل 2 مانستر، يعني تهاجم الوحش اللي في ليفل 2 وبكده هتاخد 66 سنت. واللعبة دي مثلا انستول اند اوبن، يعني نزلها وافتحها، وميك ا بيرشيس او اعمل اي طلب شراء، بس انا ما انصحش بدي، خلينا الحاجات المجانية احسن. ده مثلا فيتنس اند ورك اوت، بيقول لك ده للايفون بس، ده هتعمل تنزيل وتفتح البرنامج وتختار تبدا النسخه المجانيه. وتويتر على اندرويد هتنزله وهتفتحه وهتعمل ريجستر عليها، هتاخد 28 سنت. كل دي طبعا مهمات كتيرة جدا، هتقدر تحصل المبلغ اللي هو 2 دولار ده ممكن في يوم لو حابب، على حسب شغلك. عشان تحط حسابك في باير او بيرفكت ماني، بتضغط على بيرسونال سيتنجز هنا زي ما انتم شايفين، بعد كده بتنزل تحت وبتضغط على علامه باير هنا، تقدر تحط حسابك هنا وتبدا تقول له تنزل تحت وتكتب الباسورد هنا في المستطيل ده وتضغط على سند، يبقى انت كده جهزت حسابك في باير ان هو تسحب عليه. عشان تسحب طبعا زي ما انا قلت لكم، تضغط على اكونت هنا وتضغط على ويزدرو هنا او ويزدرو من هنا، تقدر تسحب بالطريقتين دول وتحدد بس باير وبكده يبقى تسحب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه من اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.